الآن العراقية الإخبارية، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين. Is the importance of conducting elections. ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن تكون بطريقة نزيهة وسليمة، وإذ ما تم ذلك فسنشجع على المشاركة في الانتخابات. خلال لقائه بلاسخارت، المرجع السيستاني يحذر من تأخر إجراء الانتخابات ويشيد بخطوات فرض القانون. صالح والكاظمي يعتبران توصية المرجعية دليلا إرشاديا، ويؤكدان المضي بملاحقة المتورطين بالدم العراقي. وفي الملف الخدمية، تجارة والاستثمار تزحفان على المناطق السكنية في المنصور، مولات ومطاعم وسط الأحياء الهادئة. العمل تقر بارتفاع فوائد قليلة للمصارف الأهلية، لأنه شفنا الفوائد عالية تقريبا، الآليات عندنا تحفظ عليها. العمل تقر بارتفاع نسب الفوائد في قروض تشغيل الشباب، وتنقل مشروع التشغيل من التخطيط إليه. هذه تفاصيل الثامنة، أهلا بكم. شدد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني على أهمية إجراء الانتخابات بدرجة عالية من المصداقية ووفق القانون، وفق قانون عادل للمصالح ومنصف بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية. جاء ذلك خلال استقباله مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في النجف الأشرف، حيث دعا السيد السيستاني بحسب بيان لمكتبه الحكومة إلى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في السيطرة على المنافذ الحدودية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص، مطالبا باتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى، فضلا عن العمل بكل جدية للكشف عن كل من مارس أعمالا إجرامية بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء. ودعا السيد السيستاني الحكومة إلى حفظ السيادة والوقوف بوجه التدخلات الخارجية وخطر التجزئة والتقسيم. إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ظل قانون نزيه يضمن حقوق الجميع، ملف تصدر جدول أعمال جنين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق خلال زيارتها للمرجع الأعلى السيد السيستاني في النجف الأشرف صباح هذا اليوم. ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن تكون بطريقة نزيهة وسليمة، وإذ ما تم ذلك فسنشجع على المشاركة في الانتخابات، لكن إن لم تكن مستوفئة للشروط اللازمة لنجاحها فستكون تداعياتها خطيرة على البلد. بلاسخارت أكدت وجود توافق في الرؤى مع المرجعية الدينية في مجمل القضايا المطروحة، لا سيما أهمية السيطرة على المنافذ الحدودية وفرض هيبة الدولة. يدعو سماحته الحكومة إلى المضي في مقدراتها بفرض هيبة الدولة وسحب السلاح الغير مرخص وتحسين أداء القوات الأمنية والسيطرة على المنافذ الحدودية. عدم تدخل دول الجوار في الشأن العراقي وبسط سيادة الدولة مطلب كان حاضرا أيضا في اللقاء. السيد السيستاني أكد على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وتدخل الخارجي في شؤون البلد. وتأتي هذه الزيارة بعد طول انتظار أممي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم والعراق خاصة، لتوثيق رؤى مشتركة بين الأمم المتحدة والمرجعية العليا في النجف الأشرف بشأن مستقبل البلاد ووجهها السياسي. من النجف الأشرف، منتظر الشريفي، العراقية الإخبارية.
وفي لقاء منفصل شدد رئيس الجمهورية برهم صالح والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت على دعم بيان المرجع الديني الأعلى في ضرورة توفير النزاهة والشفافية في الانتخابات المبكرة. الرئيس صالح وبلاسخارت أكدا خلال لقائهما في السليمانية ضرورة ملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها ودعم استقرار العراق وحماية سيادته. وأكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن إرشادات المرجعية الدينية دليل حكومته نحو تحقيق تطلعات الشعب في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة. وشدد بيان للكاظمي على استمرار حكومته في خطواتها الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد على الرغم من التحديات القائمة. وذكر البيان أن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، فيما وعد الكاظمي بقرب بدء المرحلة الثانية من إجراء التحقيق والتقصي لقضايا تحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة. تتباين الرؤى السياسية والطروحات النيابية بشأن فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات. هذا وسط مطالبات تتعالى لاعتماد المحافظة على دوائر انتخابية متوسطة، وآخرون يطالبون بأن تكون دائرة انتخابية واحدة بالتزامن مع استمرار المباحثات. ما زال الجدل السياسي سيد الموقف بشأن مسألة الدوائر المتعددة لوجود طروحات متنوعة، إلا أن التوجه العام وبحسب الحديث النيابي يسير نحو الدوائر المتوسطة أو الضيقة، بحيث تقسم المحافظة بين 3 إلى 5 دوائر انتخابية وحسب الكثافة السكانية للمحافظة باستثناء بغداد لكونها تتمتع بكثافة سكانية عالية. وفي حال عدم حسم هذا الموضوع فستقوم اللجنة القانونية بحسم الجدل عبر طرحها لعدة مقترحات خلال جلسة برلمانية لاعتماد إحداها. ملخص كل هذه الاجتماعات باتجاهين، الاتجاه الأول من عندهن أنه أن تكون دائرة انتخابية واحدة، والاتجاه الثاني أن تكون دائرة انتخابية ضيقة، مثلا لكل محافظة أنه أن يكون مقاعد مجلس النواب لحد 12 مقعد أن تكون دائرتين. هناك توجه عام، توجه نيابي، توجه كتل سياسية نحو موضوعة الدوائر المتوسطة. نقصد بالدوائر المتوسطة أن تكون المحافظة الواحدة بين 3 دوائر إلى 5 دوائر، ويعتمد هذا الموضوع على الحجم السكاني لهذه المحافظة باستثناء بغداد باعتبار وضعها يختلف ويعني نفوسها وسكانها يختلف عن هذا الموضوع. خبراء في الشأن الانتخابي تحدثوا عن بعض المعوقات التي تواجه الدوائر المتعددة والتي هي على الأغلب فنية، أبرزها عدم حسم عائدية نحو 40 وحدة إدارية، وحتى على مستوى المحافظة الواحدة يوجد تداخل إداري، إضافة إلى السجل الانتخابي وكوتا النساء وأصوات الخارج وكيفية احتسابها. سجل الناخبين الموجود لدى المفوضية هو سجل غير موزع على شكل أقضية ونواحي، وإنما معتمد على قاعدة البطاقة التموينية القديمة. كذلك هناك مشكلة تواجه كوتا النساء وكذلك الانتخابات الخارج في موضوع كيفية تمثيلهم على أو انتخابهم على مستوى القضاء أو الناحية، وكذلك كيفية استخراج الكوتا النسائية إذا كان على مستوى الانتخابات على مستوى القضاء. الدوائر المتعددة جدل سياسي محتدم بحاجة إلى تفاهمات كبيرة بين أطراف المعادلة السياسية في البلاد للخروج برؤية موحدة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. إذن هذه الملفات مشاهدينا نطرحها مع ضيفنا في الاستوديو عضو مجلس النواب النائب علي العبودي. مرحبا بك سيادة النائب. حياكم. يعني الأمم المتحدة عبر بوابة المرجعية الدينية في العراق، والمرجعية الدينية في العراق عبر بوابة الأمم المتحدة، على ما يبدو أن هناك اتفاقا على عدة نقاط من أهمها إجراء الانتخابات وفتح ملفات الفساد. هل بيان
المرجعية يضع مجلس النواب والكتل السياسية الأحزاب الحكومة أمام ضرورة تنفيذ ما ورد فيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية طيبة لكم وجميع متابعي قناة العراقية. زيارة اليوم لممثلة الأمم المتحدة إلى مكتب سماحة الإمام السيستاني كانت هي زيارة حقيقة فيها خارطة الطريق لإنقاذ البلد من المأزق الكبير اللي مر به، والقوى السياسية أمام يعني خيار واحد هو أنه تنصهر أمام هذه الخارطة لعبور البلد من الأزمة الخانقة اللي مر بها. احنا المرجعية الدينية صار عندنا اختبار جدا كبير، اعتقد بكلمات معدودة انقذت العراق من الهاوية بفتوى الجهاد الكفائي، وكان هناك انصهار واسع من قبل الخلص من ابناء الشعب العراقي اللي لبوا نداءها وسحب البساط من المشاريع الخبيثة التي كانت تحاك في ظلام دامس في غرف مغلقة لمخابرات عالمية في مكانات مختلفة. اليوم احنا امام اختبار جدا كبير، نتمنى على القوى السياسية ان تبتعد عن ثقافة، لا اتحدث بلغة العموم، البعض المؤثر، ان يبتعد عن ثقافة اعطاء الاذن الطرشة لخارطة الطريق اللي فيها مفاصل لماذا مهمة. لماذا لا يتم اعتبار ما تتفضل به؟ لان هو محاولة للتحشيد تجاه رأي واحد، تجاه الرأي الذي تتبناه مثلا او تتبناه الكتلة التي تنتمي اليها. نعم، لماذا لا يمكن اعتبار ما يعني ما تدعو إليه هو مجرد محاولة للتحشيد إلى الرأي الذي تتبنوه أنتم ككتلة؟ لا، هو الرأي اللي نتبناه هو رأي المرجعية بالتحديد. نحن مع أن يكون مثلا السلاح بيد الدولة، نحن مع أن تكون هناك معرفة منهم قتلة المتظاهرين ومنهم معرفة قتلة القوات الأمنية، نحن مع كل هذه التوجهات اللي فيها حفظ البلد. هذه ليس يعني فيها دعوة لكتلة معينة بقدر ما هي دعم واضح لكل المسارات اللي تدعي لها المرجعية. أمام هذا الاختبار، أمام هذه القوى السياسية، عندما يصل الحال بالمرجعية أن تغلق أبوابها أمام السياسيين، فماذا يعني ذلك؟ معناها لا أمر لمن لا يطاع وأنه الأغلب. نعم. أرحب بك من جديد سيد علي. الآن المرجعية وضعت خطة للطريق فيها لحل المشهد السياسي، ما الذي تنتظره الكتل السياسية أو بعض الأحزاب للمضي في هذه الخطوة أو في هذا خارطة الطريق التي وضعتها المرجعية؟ ما المشكلة في المضي بها؟ يعني الجميع اليوم أعلن في بياناته أنه مساند لما جاءت به المرجعية وأنه متضامن معها، لكن على أرض الواقع لا يطبق هذه الأقوال التي يدعو بها. نعم، الحديث المرجعية هو هذا اليوم. نعم. وعلى القوى السياسية، لربما كان هناك سبات وهناك حالة من التسويف في عدم الحسم الملفات، وأعني بذلك ملف الدوائر المتعددة بالذات. نعم. لأنه قانون الانتخابات لغاية هذه اللحظة لا يدعى أنه قانون طالما لم يكتمل موضوع الدوائر المتعددة. دوائر متعددة كأنما متروك للمزاج السياسي، كل القوى السياسية تبحث عن مغانم ومكاسب في أي دائرة من الدوائر اللي ممكن أنه تشعر أنه فيها كسب لقواها وجماهيرها. كيف نستطيع واحد آراء جميع الكتل السياسية في رأي واحد يصب بمصلحة المواطن وينهي هذا الإشكال؟ يعني أعتقد اليوم خطاب المرجعية فيه ما بين الأسطر دعم لمسار الحكومة في توجهاتها، منافذ حدودية، في موضوع حسم موضوع الانتخابات المبكرة. هذه راح تنطي يعني نقدر نقول يعني تخلي امام القوى السياسيه فد حرج كبير الى ان يعني تجتمع شتاتها الى تحسم امرها في هذا القانون. والقانون رايح باتجاه الدوائر المتعدده بعد ما كان اكو حديث لربما بعض الاصوات تصدر من هنا وهناك انه العراق دائره واحده كما تطلب القوى الكرديه، أو تبقى المحافظة دائرة واحدة. هذه تكنسلت الخيارين. نعم. رايحين باتجاه الدوائر المتعددة. الدوائر المتعددة هل هي دوائر متوسطة؟ الدوائر المحافظة تقسم على يعني ثلاثة أو أربعة أو ست دوائر وهكذا. هذا الموضوع ممكن أنه يحسم أمره خلال الجلسات القادمة. يعني للتوضيح أكثر، ماذا نعني بالدوائر المتوسطة؟ نعم، عدة آراء بالدوائر المتوسطة. كل ما تكون يعني احنا هي كل ما تكون الدائرة واسعة، يعني كل ما تكون متوسعة كل ما تكون يعني سهولة النتائج عند المفوضية الانتخابات.
كل ما تتعدد الدوائر تكون فيها نوع من المشاكل الإدارية. مثلا إذا رحنا باتجاه أقضية ونواحي ما ممكن أنه تجرى انتخابات في الموقع يعني في الموعد اللي حددته الحكومة، ما ممكن، ولا حتى في السنة القادمة، ليس من جنبه فنية ولكن من جنبه إدارية. موضوع الأقضية لم يحسم في أمرها وتسمياتها، أقضية يعني أحجامها جدا كبيرة بعدد نفوس أيضا كبير، هذه وزارة التخطيط لم تحسم هذا الأمر لغاية هذه اللحظة. لكن دوائر متوسطة ممكن أنه تتقسم الدوائر كل 4 مقاعد دائرة واحدة، هذا كان مقترح تكون فيه يعني تمثيل النساء يمثل صوت واحد ويقابلهم 3 رجال. نعم. يعني سؤال، يعني أعود إلى بيان مكتب السيد السيستاني، ويعني جاء متماشيا مع ما تنتهجه الحكومة على الأقل. أيضا السيد الكاظمي أعلن أن ما طرحه مكتب السيد السيستاني هو ما تتبناه الحكومة خلال منهاجها وبرنامجها الحكومي. هنا هل يعطي هذا البيان دفعة للسيد الكاظمي لتنفيذ ما ورد في برنامجه الحكومي وبالتالي طرح ملفات الفساد أولا وفرض السيطرة على المنافذ الحدودية ثانيا وحصر السلاح بيد الدولة الذي تناولته كل الحكومات دون أي تنفيذ؟ نعم، يعني الرسالة كانت واضحة فيها نوع من هذا الدعم للبنود المطروحة بعيدا عن الشخصنة، وكان الحديث باتجاه السلطات الثلاثة قضائية وتشريعية وتنفيذية، وكل واحدة لها مهام عملها اللي يعني أكو بعض النقاط مشار إلها في هذه القضية. أنا أقول إحنا في يعني في مخاض عسير، يفترض من القوى السياسية أن يكون السقف الوطني حاضر، لأنه الهاجس الأكبر والباطن من الرسالة أنه موضوع يعني تجزئة العراق رايحين باتجاه الفوضى، أيضا هذا الخيار مطروح لو تم التسويف في عملية عدم أن تكون هناك انتخابات مبكرة، لكن بقيت أن تكون وسائل الضغط تكون محجوبة عن هذه الانتخابات، وإلا انتخابات بنفس الآلية اللي فيها هواجس وفيها شك وظن. نعم. فأعتقد إحنا رايحين بالاتجاه في بيان المرجعية هي حذرت من تزوير الانتخابات وعمليات الغش الموجودة فيها. نعم. على كل حال شكرا لك عضو مجلس النواب الأستاذ علي العبودي، كنت ضيفا في نشرتنا، شكرا لك. عشر طن من المواد الطبية أرسلها العراق إلى السودان تعبيرا عن تضامن بغداد مع الخرطوم عقب فيضانات نهر النيل، إذ يساهم العراق في حملات المساعدات الإنسانية للسودان إلى جانب دول أخرى في مواجهة الأزمة التي تسببت بعشرات الضحايا فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة. 12 طنا من المواد الطبية المختلفة هي الوجبة الأولى من المساعدات العراقية التي خصصتها وزارة الصحة لإغاثة الشعب السوداني بعد فيضانات النيل الأخيرة. طائرة القوة الجوية هذه تستعد لمغادرة مطار بغداد إلى مطار الخرطوم بالسرعة الممكنة. محاليل الزرق الوريدية وأجهزة الإعطاء وجهاز المايكرودريب وكذلك كمية من المسكنات وكمية من المضادات الحيوية أشربة أطفال ومضادات حيوية أخرى للبالغين. ويذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أمر بفتح جسرين جوي ومائي لنقل المساعدات والمتطلبات التي يحتاجها الشعب السوداني، وستكون مدة إيصال الإمدادات عبر الجسرين شهر كامل بدءا من 12 من أيلول الجاري. هناك شحنات متوالية خلال الأيام القادمة عبر الجسر الجوي الذي وجه به السيد رئيس مجلس الوزراء، هنالك ايضا خيام للنازحين للعوائل النازحه، وايضا كميات من الحنطه ستنقل عبر البحر، وايضا سلات غذائيه ومواد طبيه اخرى عاجله. مده هذا الجسر نعم ستكون على مدى شهر من اليوم من تاريخ 12 سبتمبر يعني 12 ايلول لغايه 12/10. الجانب السوداني اعرب عن امتنانه من قرار الحكومه العراقيه مؤكدا أن بغداد سباقة في خدمة الشعوب العربية وترصين علاقتها مع الجميع. استقبل أول طائرة من الجسر الجوي من العراق الشقيق عراق الرافدين، وهذا الجسر الطائرة الأولى تحمل حوالي 14 طن من معدات صحية للمساعدة في درء وتخفيف آثار الفيضانات
والسيول. وتؤكد الحكومة العراقية أنها ستقدم الدعم الكامل لشعب السودان الشقيق وحكومته وفق الإمكانات المتوفرة، ويأتي هذا بعد تأثر مناطق سودانية عديدة بفيضانات نهر النيل غير المسبوقة. من مطار الخرطوم في السودان، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا في داخل الاستوديو المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء السيد حيدر مجيد. أهلا بك معنا أستاذ حيدر. نبدأ الحديث من زيارتك للسودان، عدت توا من السودان، ما شكل المساعدات التي قدمها العراقي للسودان في أزمته الحالية؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي العراقية. حقيقة كان توجيه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جسر جوي وأيضا بحري لمساعدة الشعب السوداني الشقيق لما مر من مشاكل بسبب أزمة الفيضانات والسيول اللي صارت بالبلد مؤخرا. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أخذت على عاتقها وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية لتجهيز هذه المواد. يوم أمس كان انطلاق الرحلة الأولى، كانت هي عبارة عن 12 طن من المواد الطبية، تم تسليمها إلى الحكومة السودانية، نقلت عبر طائرة القوة الجوية العراقية. كان هنالك وفد رسمي من الأمانة العامة ووزارة الخارجية وأيضا شبكة الإعلام كانت ممثلة بهذا الوفد. نعم. عملية نقل المواد مستمرة، الجسر الجوي وأيضا البحري. وزارة التجارة أخذت على عاتقها بتجهيز كميات من مادة الحنطة ستنقل بحرا خلال الأيام القليلة الماضية. يوم غد سيكون موعد انطلاق الرحلة الثانية، أيضا سيتم نقل عدد من كمية من المواد الإغاثية للشعب السوداني. طيب أستاذ حيدر، يعني يشكل البعض أن يعني نحن بلد الآن يستلم مساعدات، هناك من يرسل لنا مساعدات، كيف لنا أن نقوم بإرسال مساعدات إلى بلدان حتى وإن كانت متضررة أو شقيقة كالسودان؟ حقيقة هذا اللغط موجود بالشارع العراقي، أغلب المواطنين يعتقد أنه العراق يستلم مساعدات ويرسلها نفسها إلى البلدان، وأيضا أنه يثار بالشارع العراقي أنه مستشفياتنا تفتقر إلى أبسط العلاجات الخاصة بوباء كورونا والعراق يقوم بإرسالها. هذا الشيء خاطئ. المواد الطبية اللي أرسلت هي جميعها إنتاج محلي عراقي، ليست لها علاقة بعلاجات كورونا، هي علاجات وقائية، مواد طبية عاجلة لإغاثة النازحين، أيضا مغذيات، علاجات للأمراض الانتقالية بسبب الفيضانات، ليست لها بوباء كورونا، أيضا هي محلية كما قلت. فيما يخص بقية المواد، احنا عندنا الحنطة أيضا موجودة في وزارة التجارة كميات فائضة سيتم إرسالها إلى السودان. طيب، ما هي باقي المواد التي ستنقل إلى السودان في الجسر الجوي الذي تنوي الحكومة إنشاؤه أو مده مع السودان؟ ذكرت لنا الحنطة وأيضا وزارة التجارة سيكون لها موقف، ما هي باقي المواد غير الحنطة والمواد الطبية؟ ما هي المواد الأخرى؟ الجهد الحكومي هو الوزارات المشتركة، هي وزارات الدفاع والخارجية، نعم، الصحة، التجارة، النقل، الهجرة والمهجرين. وزارة الهجرة والمهجرين هيئت سلات غذائية مكتملة، أيضا كميات من الخيام. وزارة التجارة أخذت على عاتقها تهيئة مادة الحنطة. وزارة الصحة العلاجات وبقية هذه الأمور. طبعا لا ننسى جهد القوة الجوية وصقور الجو بنقل هذه المواد، يعني هم دائما سباقين بهذه المبادرات. طيب أستاذ حيدر، يعني تجولت في الخرطوم، تجولتم أنتم كوفد رسمي، ما المشاهد التي يعني علقت بالذاكرة؟ ما المشاهد التي يعني تمر بها الخرطوم أو بقية المدن السودانية جراء هذا الفيضان؟ يعني احنا لم نتجاوز حدود المطار، لكن شاهدنا من الطائرة أثناء الهبوط مشاهد مؤلمة ومحزنة، يعني داخل العاصمة وحتى المناطق القريبة من المطار، القريبة من المقار الحكومية، عبارة عن فيضانات وسيول. هنالك الكثير من العائلات التي هجرت. المساعدات والوفد لاقى احتفالا كبيرا من قبل الأخوة الأشقاء كحكومة وكشعب، وعبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة. يعني أغلب المواطنين اللي التقينا بهم قالوا هذه مو جديدة على الشعب العراقي العظيم، هو سباق لهذه المبادرات. نعم، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة السيد حيدر مجيد المتحدث باسم أمانة العامة لمجلس الوزراء. شكرا لك.
بنسبة إنجاز لا تتعدى 30%، هو الحال منذ 8 سنوات في إحدى مشافي منطقة الحسين وغيره من المشاريع. الخدمات والمدارس والماء مشكلات أزلية بهذه المناطق التي ينادي أهلها بالغوث. أعمال بلدية متذبذبة ومشاريع استراتيجية أغلبها متوقفة في منطقة الحسينية شمال بغداد. مستشفى منذ 2012 ولم يكتمل نسبة إنجازه دون 30%، والنفايات تحيط بأسواره. أما عمليات الإكساء فيقول الأهالي إنها تسير بطريقة سلحفاتية تشمل مناطق على حساب مناطق أخرى. خدمات تعبانة، مي ضعيف، كهرباء ضعيفة بنفس الوقت. الشارع شوف بعينك هاي وضعية، ماكو شغلات تبليغ، اكو تبليغ بس في شيء قلة. منطقة مهمولة، لا مدارس بها بلقص المنطقة، لا مدارس لا مستوصف. تعبانين، الله وكيلك، كلش تعبانين. هاي خدماتنا، هذا شوفها قاعد قدامك انت، هاي خدماتنا. لا حد يجي يفتر يقول لي ايش، لا حد يقول هذا منو ذبها، ولا هم الذابين حاويات، حاويات تشوفها ببكانات ما تلقاها بغير بكان بعد. خلال العامين القادمين ان شاء الله تكسى جميع شوارع الحسينية ان شاء الله. مشكلة الماء الصالح للشرب متجذرة في اغلب احيائها. الاهالي يستغيثون عطشا، ومديرية الماء في وزارة البلديات تعد بتذليلها خلال المرحلة المقبلة بعد المباشرة بمشروع ماء الزهور المركزي الذي يكفي لتغطية المدينة وأطرافها. إن شاء الله قريبا باستئناف العمل في مشروع ماء الزهور بعد إكمال إجراءات يستئناف العمل، وإن شاء الله ينجز المشروع لأنه 65% يكمل المشروع إن شاء الله بتحلل الأزمة. عقود تمضي ومنطقة الحسينية تأنو أغلب المشاريع الاستراتيجية التي أنشئت فيها خلال السنوات الخمس الماضية ما تزال متلكئة، أما النفايات فتغطي أحياءها السكنية وشوارعها. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. تعتبر منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد واحدة من المناطق التي اتسمت بالرقي طوال سنوات، لكن زحف التجارة عليها عبر المولات والمطاعم ومراكز التسوق أحالها منطقة تجارية. فيما تتحدث أوساط معنية عن عدم خلو هذا التحول من شبهات فساد تتمثل بمنح الرخص لفتح مواقع تجارية في مناطق مخصصة للسكن. رغم أهمية موقع هذا المنزل الذي يمكن أن يكون مولا تجاريا أو عمارة سكنية، إلا أن أصحابه رفضوا هذه الفكرة التي انتشرت بشكل كبير في أغلب أحياء وأزقة منطقة المنصور، وسط رفض الأهالي الذين حملوا الجهات البلدية مسؤولية تشويه معالم المدينة ذات الطابع السكني. أبنية عشوائية وغير نظامية، ولا يوجد مسوغ قانوني لوجودها باعتبارها سكنية وفق قانون العاصمة، لكنها بفعل الفساد أصبحت مولات ومطاعم ومحال تجارية. هذا هو حال أغلب أزقة منطقة المنصور التي سرعان ما تحولت أغلب منازلها إلى مشاريع تجارية دون مراعاة الذوق العام والتصاميم الهندسية. مكان ما تعالج المخالفة، بدأت المخالفة تستغل لأغراض فساد، وتتحول هذه المبالغ بجيوب الجبات والمدراء العامين العاملين في الدوائر البلدية. ماكو خطة واضحة لعملية الاستثمار اللي موجودة في أمانة بغداد، وأيضا في استثمار بغداد، وأيضا في هيئة الاستثمار، والاستثمار مبني على أساس عشوائي، ولهذا قاعد أشوف مول بصف مول، جامعة بصف جامعة. وكشفت مصادر مطلعة عن وجود حالات فساد وابتزاز كبيرة يقوم بها بعض موظفي دائرة بلدية المنصور بالتواطؤ مع الجهة المستفيدة لإصدار إجازة بناء اعتيادية، وبعد مرور فترة يتضح أن المشروع هو مول تجاري أو عمارة لأغراض تجارية، وهو أمر مخالف للقانون. هذه الكتل الكونكريتية هي الذريعة الوحيدة للتضليل على شبهات الفساد التي تجري بين الجهات المستفيدة ودائرة البلدية بحجة مخالف للقانون، لكنها بعد فترة يتم رفعها مقابل مبلغ مالي ويسر المشروع على حاله كمول تجاري أو عمارة سكنية. هناك مدراء في دوائر بلدية مهمة، هذه الدوائر ما يقل إيراداتها عن 2 مليار أو 3 مليارات في الشهر الواحد، في حين أخذ دوائر بلدية
ما يوصل إيراداتها إلى 200 إلى 300 مليون، وهذه الدوائر قاعد يصير عليها صراع وقاعد يصير عليها تكالب لأنه إيراداتها كبيرة، ومدراها كل من صار تقريبا 5 سنوات و6 سنوات. أقول أصبح اليوم من اللازم جدا على أمانة بغداد تدوير هذه المدراء. ما يتم جبايته في دائرة بلدية المنصور مقارنة بالدوائر البلدية الأخرى في العاصمة يتطلب المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المسؤولة، على اعتبار أن بعض المشاريع التجارية تعد غير قانونية، وبالتالي يكون سقف أموال الجباية منها أعلى من المشاريع المماثلة. من بغداد، حسن الفواز، العراقي الأخبارية. إذا لفتح هذا الملف مشاهدين ينضم إلينا داخل الاستوديو عضو لجنة السياحة والثقافة النيابية الأستاذ علي الحميدة، ومرحبا بك سيادة النائب. حياكم الله. يعني تجاوزات دون محاسبة على مناطق سكنية تحولت في غالبها إلى تجارية إلى استثمارية، وبالتالي انعدم الملمح السكني للكثير من المناطق من بينها المنصور، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المخالفات والتجاوزات والعشوائيات في مدينة بغداد هو دليل واضح على تقصير وعجز وتواطؤ الكثير من المسؤولين في أمانة بغداد، وبالتالي هذه المشكلة اليوم شوهت المعالم الحضارية لبغداد وشوهت الذوق العام لبغداد. بغداد تصميمها الأساسي يعني كان شيء يفتخر به، وكان تصميم يختلف عن باقي التصاميم في عواصم الدول المجاورة ويحتذى به، لكن بعد 2003 غياب القانون غياب القوة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية التصميم الأساسي وصلنا إلى هذه المشكلة الخطيرة. واليوم تدري يعني بعد ما هناك إجراءات ممكن تقول هذه إجراءات قادرة على معالجة هذه المشكلة، لأنه أنا أعتقد هذه المشكلة هي اليوم الأخطر في. طيب لماذا لا يوجد؟ لماذا نحن علينا أن نسلم إلى الأمر الواقع أن من تجاوز تجاوز، وأن من يعني تعدى على مال الآخرين خلاص انتهى الموضوع لا يمكن محاسبته، لماذا؟ هذا هو قلت لك أنا بيت، هذا تقصير واضح في كوادر أمانة بغداد. يعني هو اليوم حتى يعالج مخالفة القانون ينص على أنه هذه المخالفة تأخذ غرامة وترفع المخالفة، أما أنت تذهب حتى أنه تحصل على مبالغ من لهذه المخالفة اللي صارت نتيجة بناء عشوائي أو تجاوز أو مخالفة في تصميم معين في مشروع معين، الغرض من أنه تأخذ هذا لباب من أبواب الفساد، هو هذه المشكلة اللي اليوم اللي قاعد تعانيها الأمانة، وكثير من يعني من دوائرها اليوم أصبحت محط للفاسدين. يعني يذهب إلى قسم يفضل أن يكون في هذا القسم أفضل ما يفضل أن يكون معاون مدير عام في دائرة أو مدير في دائرة. طيب أستاذ علي، أنت يعني قبل أن تكون نائب وفي لجنة السياحة والثقافة أنت في مجلس المحافظة وقريب من المشكلة، من الجهة المسؤولة، من الجهات المتسببة بهذه المشكلة خصوصا في بغداد؟ يعني احنا نقول أمانة بغداد هي تتحمل المسؤولية الكبيرة في هذه المشكلة اللي أخذت يعني تزايد من 2013 ولحد الآن، يعني وتداخل الصلاحيات مع الوزارات الأخرى. تدرك هناك يعني أراضي لوزارات أخرى المفروض هي الوزارات تكون مسؤولة عن حمايتها، هذا ما موجود أساسا. ولهذا شوف كثير من المساحات الكبيرة في بغداد اللي هي ممكن تتحول إلى فقرات مهمة أخذت يعني على مستوى مستشفيات، جامعات، مدارس، مسطحات خضراء كبيرة، أراضي زراعية كبيرة، كلها أخذت واستغلت وتحولت إلى مجمعات عشوائية. وكثير أيضا من الشوارع المهمة في بغداد اللي هو شارع هو رصيف مخصص للمواطن يعني يمشي عليه المواطن، تجاوزات حصلت على هذا الرصيف وامتدت محلات وامتدت أخشاق، وهذه مشكلة يعني اليوم أمانة بغداد عاجزة عن حلها، يحتاج أن تكون هناك إرادة حقيقية في معالجة هذه المشكلة على الأقل تنظيمها. نتحدث عن أراضي مملوكة للحكومة وأيضا هناك أراضي مملوكة للمواطنين، طيب ما دور أو ما ذنب المواطن هنا في أخذ أرضه مثلا؟ ما التعويض المقدم له؟ نتحدث عن الجاني ولا نتحدث عن الضحية؟ كيف يتم تعويض المواطن؟ يعني قلت لك أنا بينت لك قلت لك التجاوزات الحاصلة هي فعلا امتدت لأراضي تابعة لمواطنين وأيضا تابعة للحكومة، وهنا يكون لابد أن يكون دور القضاء حاسم في حل هذه المشكلة. كثير من الملفات رحلت إلى النزاهة وللقضاء لحسم هذه القضية، بس اليوم مافيات الأراضي متوغلة في مؤسسات كثيرة وقاعد تعطل هذه الملفات. أيضا مشكلة أمانة بغداد هذه المافيات؟ احنا نتحدث عن إذا تحدثنا عن المركز فهذه اليوم مشكلة أمانة بغداد، إذا تحدثنا عن الأطراف فهذه مشكلة المحافظة، بس يعني المشكلة الكبيرة هي في المركز، لأنه الأراضي المهمة هي في المركز. تدري يعني اليوم قطعة الأرض في المركز مو مثل ما موجودة قطعة الأرض في أطراف المحافظة،
وفي مكانات مهمة، يعني تجي مثلا في المنصور مكان مهم، في الغدير مكانات مهمة، يعني في قلب العاصمة، طيب. في مناطق يعني غالية، يعني أقل متر هو في هذه الأماكن $2000 فما فوق التجارة. قد طيب يصل أكثر من هذا الرقم، طيب. في زيونة، في المنصور، واضح. في الكرادة. في حال أنه لا يوجد حساب، لا يوجد هدم لعقار المتجاوز ومحاسبة وحتى سجن أو اتخاذ إجراء قانوني، كيف لنا كمواطنين أن نثق أن هناك من يدافع عن حقوق المواطن، من يدافع عن وجه بغداد الحضاري على الأقل؟ احنا قبل 2003 الامانه كان نظام الاداره مالها شكل، وبعد 2003 كان نظام الاداره مالها شكل. يعني في 2003 كان هناك صلاحيه للمدير العام، صلاحيه قاضي اذا اكو مشكله او مخالفه يستوجب ان يعتقل الشخص المخالف يتخذ بالاجراء. بعد 2003 تحولت السلطه القضائيه واخذت استقلالها، هذا يعني سبب مشاكل لدى امانه بغداد. احنا اليوم ان يكون هناك قاضي حاضر في امانه بغداد يهتم بهذه القضايا، اعتقد راح نحل هذه يعني على الاقل جزء كبير من هذه المشكله. قوه اجراءات امانه بغداد. نعم. اذا انت احلت الامر للقضاء، تعتقد ان القضاء هو الفيصل في حل هذه المشكله؟ كثير بما اننا نعاني من هشاشه القوانين الموجوده ومن ضعف تطبيقها من قبل امانه بغداد كما ذكرت. كثير من المشاريع وكثير من الملفات المهمه سواء كانت في قطع الاراضي او في قطع الخدمات، نعم. في لجنه النزاهه وعلى لجنه النزاهه ان ثبت بهذه المواضيع. واضح. شكرا لك أستاذ علي الحميداوي عضو لجنة السياحة والثقافة في مجلس النواب، شكرا لك. على مساحة تصل إلى 22 ألف دونم سيقام مشروع مدينة بغداد الاقتصادي الذي بدأ العمل به ضمن المرحلة الثانية. المشروع الذي يعد الأول من نوعه في العراق يتضمن العشرات من المشاريع الاستثمارية التي ستوفر آلاف فرص العمل للعاطلين. احنا ندعم المنتوج الوطني، بس لكن ما عندنا مصانع اللي هي تغطي البلد وبيها كفاءة عالية وبيها جودة عالية. وتعود فكرة إنشاء المدينة الصناعية في البلاد إلى العام 2010، إلا أن الروتين والفساد الإداري كانا سببا رئيسا في عرقلتها وتأجيل انطلاقها لعقد من السنين. العالم كله تطور عن طريق القطاع الخاص وبناء مدن استثمارية والصناعية بشكل رئيسي. اليوم في بغداد أكثر من 25 موقع صناعي داير حول بغداد، محتاجة إلى أن نتخذ الشروط الصحية البيئية لاختيار المدن الصناعية، لا نختارها لسنة أو سنتين. وستوفر المدينة الصناعية أكثر من 40,000 فرصة عمل للشباب ما بين صناعيين وحرفيين ووظائف أخرى، إذ ستحتوي على أكثر من 600,000 مصنع لمختلف السلع والمنتجات. يجب أن تختزل كثير من المعاملات والمراجعات إلى دوائر الدولة بمعاملة واحدة، ما دامت هناك اسم أرض صناعية إذن لا حاجة للكشوفات التي يمكن 15 أو 20 كشف ومراجعة دوائر وزارات مختلفة، هذه تعيق العملية الصناعية. وأخيرا وفي العام 2018 حصلت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المشروع، وهو الأول من نوعه في البلاد في شرقي العاصمة وتحديدا في منطقة النهروان، على أن تتبعه مشاريع أخرى في البصرة وذي قار وبابل. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد.
ضمن مساعي الحكومة لحل ملف العاطلين عن العمل، أرسلت وزارة التخطيط المشروع الوطني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن خطط من شأنها إعادة تسريع المشروع الذي يوفر مئات فرص العمل بدعم البنك المركزي. المشروع الوطني لتشغيل الشباب ينتقل من وزارة التخطيط إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد تعثر وتلكؤ أصاب المشروع الذي يعول عليه لتشغيل 100,000 شاب عاطل عن العمل. راح نضيف على هاي الآليات وقد نغير من الآليات المتبعة، لأن عندنا ملاحظات. هذه الملاحظات أصلا طرحت في مجلس الوزراء، أنا طرحتها واستمع لها مجلس الوزراء الموقر، فهو الهدف إيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها وتخفيف العبء عن الشباب تشغيلهم. أيضا نسعى إلى أن تكون الفوائد قليلة للمصارف الأهلية، لأنه شفنا الفوائد عالية تقريبا. الآليات عندنا تحفظ عليها، طريقة إحالة الأعمال عندنا تحفظ عليها، فبالنتيجة هو يعني آلية، يعني نريد نطور الآلية لتصل إلى مستحقيها الحقيقيين. وتتلخص فكرة المشروع عبر تقديم مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل مبادرة لمشروع صغير أو متوسط، يعتمدون على شركة مطورة متخصصة لتحويل الفكرة إلى واقع تنفيذي بتمويل من البنك المركزي ضمن مبادرة 6 تريليون دينار التنموية. أتوقع لهذا المشروع أن يمضي بشكل جيد، لا سيما أنه البنك المركزي العراقي قد خصص يعني مبلغا ماليا يقترب من 1 تريليون دينار عراقي تقريبا للاستفادة من هذا المبلغ في تغطية القروض التي سيحصل عليها الشباب ضمن مشروع الوطني لتشغيل الشباب. وعلى الرغم من نجاح التجربة في محافظة ذي قار التي سجلت إنجاز عشرات المشاريع وتشغيل أكثر من 1,000 شاب عاطل عن العمل، إلا أن المشروع تلكأ تنفيذه في الأنبار والنجف وبغداد، ويعول المتقدمون والدولة سويا على استئناف المشروع لامتصاص جزء كبير من البطالة وتحريك العجلة الاقتصادية. وعادة ما تصطدم هذه المشاريع المهمة في البيروقراطية المعقدة التي تقتل أحلام الشباب والعاطلين عن العمل، رغم أهميتها الاقتصادية في تقليل نسب البطالة وتحريك العجلة الاقتصادية. من بغداد، سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية. إذا نتابع هذا الموضوع مع معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني مشرق عبد الخالق. أهلا بك معنا أستاذ مشرق. كما تعرف العاطلون عن العمل وجودهم في أي بلد كالقنبلة الموقوتة، بإمكانهم تفجير الأوضاع في أي وقت. طيب الآن نتحدث عن المشروع الوطني لوزارة العمل لتشغيل هؤلاء العاطلين عن العمل وتوفير لهم بيئة مناسبة ينتجون من خلالها وينشئون عملهم الخاصة. تفضل. نعم، شكرا جزيلا للاستضافة. الحقيقة هو مشروع تشغيل الشباب كان بالبداية في وزارة التخطيط، بعد أن استلم السيد الوزير الوزارة في التشكيلة الجديدة سعى أنه يتحول هذا المشروع إلى وزارة العمل كونية المختصة في هذا الجانب، لأنه تعرفون جنابكم أنه إحنا تسجيل العاطلين والمواقف العاطلين هي كلها ضمن قاعة البيانات اللي خاصة بوزارة العمل. حاليا دا نعمل على انه نحول هذا البرنامج الى الوزاره ونبدا بالتنفيذ ان شاء الله. نعم. طيب ماذا يتضمن المشروع الوطني؟ هل مثلا تقديم قروض ميسره مثلا للعاطلين عن العمل، او اعطائهم اشياء اخرى يستطيعون من خلالها تيسير الحياه وبدايه جديده؟ الحقيقه هو المشروع بدا من فتره واشتغلوا عليه الاخوان. المشروع هو يتكلم عن كيفيه منح العاطلين قروض وتأسيس مشاريع خاصة بهم بعد أن يتم تدريبهم، وذول المفروض هم يكونوا بالبداية مسجلين ضمن قاعة البيانات اللي في وزارة العمل. المبالغ تقريبا 25 مليون أو أكثر. يكون وياهم شخص، يكون هذا الشخص هو يسمى بالمطور، هذا الشخص هو يكون لديه خبرة في مجال الأعمال ويبدي يعني كاستشاري للمشاريع مالتهم، يوجههم و نعم. إذا المبالغ الممنوحة هي 25 مليون لكل عاطل عن العمل. طيب هل بدأ تفعيل المشروع الوطني الآن أم أنه ما زال قيد التفعيل؟
حاليا هو المشروع بدأ بالخطوة الأولى أنه يبدأ بعملية التسجيل الشباب العاطلين، وبعد الإجراءات أنه يتم الاتفاق مع البنك المركزي على مود أنه يخصصهم هذه المبالغ، وتكون هنالك ضمانات لازم من قبل المطورين حتى يقدر يمنحهم القرض الخاص بهم. تخصيص هذه المبالغ الآن من هي مخصصة بالأصل؟ هو يعني المبالغ هي ضمن الخمسة مليار اللي خاصة بالبنك المركزي، حددوا مبالغ بها وعلى أساسها أنه ينطلق هذا المشروع. نعم، هل تعتقد أن هذا المشروع فعلا سيشهد أو سيولد وسيتم انطلاقه في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها العراق؟ والله الحقيقة احنا نتمنى أنه تكون هذه فرصة للشباب حتى نقلل من نسبة العاطلين. اليوم نسبة العاطلين كبيرة جدا بصراحة. احنا دورنا كوزارة عمل عندنا مراكز تدريبية للعاطلين، نعطي مهارات ومعارف، نزودهم بمهارات ومعارف، نعم، نمكنهم من دخول لسوق العمل، كيفية أنه يتعاملون في 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 السوق، وكيفية إجراء دراسات الجدوى إلى آخره، يعني نعزز الثقة عندهم حتى يقدرون يدخلون لسوق العمل هم مطمئنين ويقومون مشاريعهم بشكل ناجح. نعم، بشكل أخير سيد مشرق، هل لديكم إحصائية عن الأشخاص الذين سجلوا في هذا المشروع أو في الأساس مسجلين في وزارة العمل بأنهم عاطلون عن العمل ويحتاجون إلى قروض ميسرة أو أي مساعدة؟ المشروع هو حقيقة يستند على قاعدة البيانات اللي موجودة عندنا، نعم، من وزارة العمل. احنا اليوم قاعدة البيانات تقريبا ما يقارب 1,600,000 تقريبا عاطل عن عمل مسجل لدينا في ضمن هذه القاعدة. ذول العاطلين هم اساسا يكونوا لازم حسب الاتفاقيه انه يكونون هم من ضمن قاعده البيانات الخاصه بالعاطلين. نعم، جزيل الشكر لك على هذه المشاركه سيد مشرق عبد الخالق مدير عام دائره العمل والتدريب المهني. شكرا لك. شكرا استاذ. وفي مستجدات الموقف الوبائي اليومي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3,422 حالة شفاء من فيروس كورونا و 3,531 إصابة جديدة و 73 حالة وفاة بسبب المرض خلال الساعة 24 الماضية. وبحسب الوزارة فقد تخطت أعداد وفيات كورونا في العراق 8,000 حالة، فيما اقتربت الإصابات من 300,000 منذ تفشي المرض في شهر آذار الماضي. دعما للجهود العراقي في مواجهة جائحة كورونا، وصلت إلى بغداد طائرة مساعدات طبية قادمة من السعودية تحتوي أطنانا من المعدات الوقائية والعلاجية. شحنة مساعدات طبية من المملكة العربية السعودية تصل إلى قاعدة محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي. المبادرة السعودية تأتي في إطار دعم العراق لمواجهة جائحة كورونا وتوثيق التعاون المتبادل بين وزارة الدفاع العراقية والسعودية. استلام أول شحنة مساعدات تصل من وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عبارة عن أدوية ومواد طبية ومستلزمات يحتاجها الجيش العراقي، وهذه بادرة خير إن شاء الله لعلاقات أفضل ومؤشر جيد على حسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. نشكر المبادرة اللي قدمتها أو قدمها الجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لمساعدة المديرية الأمور الطبية ببعض المواد الطبية، وإن شاء الله هذه تكون فاتحة خير لتوسيع هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم. نأمل أن تعقد بين الجيش العراقي وجيش المملكة العربية السعودية الشقيق لتطوير في مجالات الطبية ومجالات الفنية وكذلك في مجالات التدريب. فتح آفاق تعاون جديد في مجالات الصحة والأمن جسدتها هذه المبادرة الإنسانية السعودية للانفتاح بعلاقات جديدة مع العراق، هدفها تبادل المصالح المشتركة بين البلدين. هذا دلالة على التنسيق والتعاون المشترك بين الأشقاء، وإن شاء الله تستمر التعاون ومستمر التعاون بين وزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة السعودية، وهذه المساعدات من وزارة الدفاع السعودية إلى قوات المسلحة هو دعم إلى الجهد الطبي العام في العراق. كل دول العالم تعاني من جائحة كورونا، فبالرغم أن المملكة العربية السعودية أيضا
ليست بمعزل عن هذه الجائحة، تبادر بهكذا مبادرة طيبة لإسناد الجهود العراقية في التصدي لهذا الوباء في العراق، سواء كانت هذه الجهود مدنية ممثلة بوزارة الصحة أو عسكرية ممثلة بمديرية الأمور الطبية التابعة لوزارة الدفاع. وهذه المبادرة هي محل تقييم لدينا، محل تقييم كبير. هذه المساعدات ليست بغض النظر عن القيمة المادية، وإنما قيمتها المعنوية بأنها البادرة الأولى لفتح أواصر التفاهم والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والقوات المسلحة السعودية وبين جمهورية العراق، وزارة الدفاع العراقية، مديرية الأمور الطبية العسكرية. إنها المبادرة الأولى لفتح أواصر التعاون التدريب والتجهيز والتعاون المشترك بين المملكة وبين الحكومة العراقية. وزارة الدفاع السعودية ترسل مساعدات طبية للعراق في خطوة وصفت بأنها مبادرة إنسانية تعزز أواصر التعاون بين البلدين. من قاعدة محمد علاء الجوية، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. قبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. Is the importance of conducting elections in time. ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن تكون بطريقة نزيهة وسليمة، وإذ ما تم ذلك فسنشجع على المشاركة في الانتخابات. خلال لقائه بداسخارت، المرجع السيستاني يحذر من تأخر إجراء الانتخابات ويشيد بخطوات فرض القانون. صالح والكاظمي يعتبران توصية المرجعية دليلا إرشاديا ويؤكدان المضي بملاحقة المتورطين بالدم العراقي. وفي الملف الخدمية، تجارة والاستثمار تزحفان على المناطق السكنية في المنصور، مولات ومطاعم وسط الأحياء الهادئة. نسعى إلى أن تكون الفوائد قليلة للمصارف الأهلية، لأنه شفنا الفوائد عالية تقريبا. الآليات عندنا تحفظ عليها،